الله تعالى بارك الله طلاب سنه رابعه نفس اليوم جبت لكم تلخيص خفيف مالغريني حتى الدروس يعني، ولكن مادام بعض طلبوا مني تلخيص للدروس راح نلخص لكم شويه دروس ونذكركم شويه بالقواعد، وراح نقرا لكم زوج فقرات راح نحد يعني معظم الفقرات راني حطيتهم، راح نزيد لكم زوج فقرات راح نحطهم في الفيديو الجاي تابعوني. عندنا اول حاجه عندنا سوبرلاتيف، سوبرلاتيف هي المتميز، المتميز في الشيء ما بالسلب او بالايجاب. القاعده واش تقول؟ the short adjectives plus est، short adjectives معناتها two syllables ناقص two syllables، يعني مثلا كيف نقولوا اعطوني smart تعتبر شرطة تكتب عليها فيها one syllable. اوكي اذا نحسب الادجكتيف تاعي، نحسب السيلابز يعني الفوايل، كل ما يكون عندي صوت فوايل وكونسون راهو سيلاب، نحسب كيعود من زوج وهبط راهو شرط. اذا واش نزيد؟ ندير the، ندير الشرطة تكتب تاعي دو اس تي. اوكي the great wall of china is the longest structure ever built by man، ها the longest في long adjective شنا the most long، the most long adjective long adjective هي من 3 syllables وطلع، من 3 syllables وطلع. عندي Bugatti the most expensive car in the world with 19 million US dollars. اوكي اذا عندنا the most expensive x واحد بن سيب، اذا عندي فوق 3 syllables لذلك راهي long، واش ندير the most plus long adjective. هادو عندنا يتحفظوا حفاظه، good superlative تاعها the best، bad superlative تاعها the worst، many much the most، little few the least، far furthest ولا furthest انا نكتبوها بالا ولا بالاو، old the eldest. اوكي الدرس الثاني اللي مقرر عليكم وطيح يعني 100% هو باس وباس كونتينيوس. حنا واش قرينا في الدرس؟ يعني عندي عند اللي يحب يولي للدرس ديتاي ولي الدرس ديتاي، عندنا لونغ اكشن، عندي تو اكشنز في الباست. اوكي عندي اللي طولت فيها تجي في الباست كونتينيوس، واللي قطعتها تجي في باست سيمبل، اللي طولت فيها تولي في باست كونتينيوس واللي قطعتها في باست سيمبل. نربطوها بوايل وين، نربطوها بوايل وين. عندي simple past كيفاه يجي؟ يعني regular verb تاعي يجيو بالايدي، و irregular verbs عندنا la list، la list يتحفظو. John visited the Kasbah last month، هذا irregular verb. He bought many souvenirs to his friends، irregular verbs. هذي simple past وحده، هذي مراجعة simple past وحدها. The past continuous long action معناتها كيفاه يجي؟ يجي the past of to be plus verb plus ing، stan هو الverb لاتو، يعني was ولا where او where plus stan، what I she وهي و it والبقية يكونوا where. اوكي كي نربطهم نقولوا مثلا John was asking several questions about the history of قصبة، هنا طول معناتها كان يسألوا اسئلة عن القصبة. دوكا كيفاه نديرهم مع بعضهم؟ قلنا كي تعود long action وقطعتها an action خلاف تديري في حاجة وحاجة قطعتك، what is this؟ هي past continuous تقطعها past simple. واش نقولو؟ while John was asking several questions about the history of Qasbah the bus arrived. حنا واش عندنا هنايا؟ عندي لهنا كان يسأل، كي كان يسأل واش صرا؟ the bus arrived معناتها هو كان يسأل والبجة قطع هذيك لاكسيون لي طويله. اوكي دركا واش عندنا تاني؟ عندنا في كونجيغيزون تاني عندنا the present perfect، the present perfect واش قلنا؟ present perfect، present perfect ever و never و just، ever و just و never. حنا واش عندنا؟ subject plus have ولا has plus past participle of the verb between brackets. اوكي يعطيني verb between brackets كي نلقى have و never و ever. دوك حنايا الparticipasi تاعنا كيفاه نديروه؟ irregular verb نديرو له ed و irregular verb نحفظوهم من لا ليست. دركا كيفاه ندخل انا ever و never و just في الموضوع؟ ندير subject plus have ولا has ونزيد نحط الساع ever و never و just، ever never و just عفوا plus past participle تاع الفيرب، هذا هو البلاصه
دركا حنايا كي نشوفو هادو معناتها هادو علامات البريزنت بيرفكت. هادو واش علامات البريزنت بيرفكت؟ كي شفنا البريزنت بيرفكت واش هما علامات البريزنت بيرفكت؟ حنا يتخلف شي هما تاني عندنا سينس وعندنا فور وعندنا يات. اوكي عندنا هادو تاني سينس وفور ويات كي نشوفهم هما يجوني في اخر الجملة تما ما يقلقونيش في الحطان يعطيهم لي هما. هادو تاني علامات. اذا كي نلموهم كامل علامات تاع بريزنت بيرفكت كي ما تقوليش حط كي ما تسميليش التانس عندي هاف وايفر وجاست عفوا ايفر ونيفر وجاست وسينس وفور ويات هادو كامل شي هما علامات البريزنت بيرفكت. اوكي واش عندنا واش حطينا مثال نستعملو في life experience معناتها فوش عدت علينا فلا she has cleaned the room she has cleaned the room في negative form هنا have not ننفيو الhaven't وخلاص عفوا بك نرجع لكم من هنا الباست كنتينس والباست كي تعود هنا الverb تعي في الباست ويجيني نفي تاعو ندير didn't ونحط الverb معناتها كيفاه كتحط له كان not وتحط له الverb وانا فهمت من الجمله تاعي بلي هذا باست سيمبل ندير didn't. اوكي كي تعود في الباست كونتينيوس حط لي نوت ونفهم انا بلي الفيرب تاع دي باست كونتينيوس كي نحط الواز ولا الوير واش ندير نزيد لهم نوت واش ندير الفيرب تاعي نزيد له الاي ان جي. اوكي تسمى هنايا نفيو بالواز والويرنت وفي الباست نفيو بالديدنت هذه فقط باش تفكروا كي تفكرت بلي هنا الهافنت والهازنت في الرحم هنا كي تعود عندي عفوا كي تعود عندي هاز في النفي ندير هازنت ندير باست بارتيسيبل والاخرى ندير هافنت وندير باست بارتيسيبل.